مسيرة الجزء الثاني. رغم انشغال نظير جيد بالخدمة في العالم، إلا أن قلبه كان يطوق دائما للوحدة في الحياة الرهبانية. فبدأت لمساتها تترك علامات في قلبه مع تردده على دير القديسة العذراء مريم السريان برفقة تلاميذه الرهبان الذين كانوا يدرسون في مدرسة الرهبان بحلوان، ومع أصدقائه أمين نصر الذي صار فيما بعد الأنبا أرسانيوس، ومحب باقي سليمان الذي أصبح أبونا أنطونيوس باقي سليمان. فصارت خطواته تعشق رمال الدير، وتمنى قلبه الرحيل عن العالم والبقاء في دير السريان. فكان له ما تمنى، إذ سيم راهبا باسم الراهب أنطونيوس السرياني في 18 من شهر يوليو عام 1954 بيد نيافة الأنبا ثاؤفيلوس أسقف ورئيس دير السريان في ذاك الوقت. رهبنته في دير السريان، أنا أقدر نقول أني رهبنة مميزة. هو اترهبن في 18/7 سنة 54، وما خدش فترة تلمذة أو فترة اختبار، لأنه كان معروفا لنيافة الأنبا ثاؤفيلوس رئيس الدير في ذلك الوقت، فرهبنه على طول باسم الراهب أنطونيوس السرياني. وبنعمة المسيح نام كثيرا وبسرعة في حياته الرهبانية، وكان يعني معاملته الطيبة مع أنبا ثاؤفيلوس عشان صداقته القديمة وعشان علمه وخبرته، وكان أنبا ثاؤفيلوس نفسه يحترمه جدا وهو يحترم الأنبا ثاؤفيلوس، فكانوا أصدقاء أكثر من راهب ورئيس دير. يعني أنا فاكر لما كنا في الدير في الفترة الحقبة اللي كان سيدنا البابا فيها في الدير، وبعدها كنا نادر ان احنا نشوف سيارة تيجي الدير. عدد الرهبان كان صغير، والحياة الرهبانية كانت بسيطة، والقيادات الروحية في الرهبانة كانت نادرة. علشان كده كان يتميز دير السريان بانه فيه قيادة روحية تجذب اليها الشباب. سيدنا البابا راح الدير في سنة 54، وكان وقتها عدد الرهبان صغير، لكن المجموعة اللي كانت في دير السريان كان بيقودها أبونا المتنيح نيافة الأنبا ثاؤفيلوس، كان بيقودها وكان بيدعم الحياة الرهبانية فيها، وربنا بارك في هذه الحياة وأثمرت ثمر عم الكنيسة كلها.
في الفترة دي سيدنا البابا التحق بالدير، وكان من أهم الخدمات اللي قامها في خدمة الدير إن هو يعتني بالمكتبة. بعد أن تمت رهبنته صار أمينا لمكتبة الدير التي تعد من أهم مكتبات المخطوطات والمطبوعات، فأخذ يبذل فيها جهدا فائقا في فهرستها وتبويبها ودراسة نفائس كتبها، فصار الراهب المعلم صاحب مدرسة فكرية عقيدية آبائية مبنية على صخرة الفضائل الرهبانية. بحكم أنه هو قارئ ممتاز، مفكر ممتاز، محب للمعرفة والعمل الروحي، فكانت دي كلها مؤهلات تؤهله أنه هو يكون أمين للمكتبة. أنا ربنا عطاني نعمة أن بعد ما سيدنا اترسم أسقف مسكت لنا المكتبة، لكن أنا دخلت على تعبه، يعني كثيرون تعبوا ونحن دخلنا على تعبهم. لقيت مكتبة منظمة جدا، متفهرسة بأرقى الفنون في فن الفهرسة والتبويب للكتب، وكانت المكتبة تضم آلاف الكتب سواء المطبوعة أو المخطوطة. وسيدنا البابا بذل جهد كبير جدا في العناية بالمكتبة، والواقع المنهج اللي سيدنا حطه لتبويب وفهرسة وتسجيل الكتب في المكتبة هو المنهج اللي المكتبة عايشة بيه لغاية النهاردة. يعني الكلام ده سنة 54، يعني النهاردة بعد حوالي 60 أو 56 سنة يعني. فمش بس كده، حتى حط نظام أمان للكتب. فاكر لما مسكت قسم المخطوطات كان في ريستريكشن خاص بالمخطوطات، انتوا عارفين في تاريخ الكنيسة مخطوطات كتيرة يعني أخذت للخارج. فسيدنا البابا تدارك هذا الأمر وحط نظام جيد للحراس للحفاظ على المخطوطات الثمينة. ووسط انشغاله بمكتبة الدير كان قلبه يزداد حنينه إلى البقاء مع الرب بعيدا مختفيا عن الكل، فشق طريق الوحدة في فبراير عام 1956 في مغارة غربي دير السريان تبعد حوالي 3.5 كيلومتر، وفي عام 1960 انتقل إلى مغارة أخرى تبعد حوالي 12 كيلومتر جنوب الدير وتطل على منطقة صحراوية تسمى البحر الفارغ. سيدنا البابا لما كان هو اسمه أبونا أنطونيوس السرياني كان متوحد في مغارة في الجبل، وقريب من هذه المغارة كان يسكن في مغارة أخرى أبونا عبد المسيح الحبشي. أبونا عبد المسيح الحبشي كان راهب تقي جدا ويتميز بالبساطة والبراءة كده زي الأطفال، فكان يلذ لقداسة البابا أنه يقعد مع أبونا عبد المسيح ويتسامر معه في حديث روحي جميل في البرية محدش شايفهم غير ربنا. والبابا نفسه بيحكي ذكريات كثيرة عن علاقته مع أبونا عبد المسيح الحبشي، خصوصا كمان لما سيدنا البابا بقى أسقف للتعليم وجي سكن في الأمبرويس، فكان لما أبونا عبد المسيح يضطر إن هو ينزل للقاهرة للعلاج كان لا يجد له صديق في القاهرة إلا سيدنا البابا، فكان يجي يعني يستند عليه. سيدنا البابا من مبادئ الرهبانية محبة الوحدة، فكان في الفترة الأولى هو كان يعلمنا مبدأ مهم جدا، إن قبل الوحدة ناخد بركة خدمة المجمع وفضائله، وهو عاش هذه الحياة يخدم الرهبان ويخدم الضيوف. فاكر لما كنا نروح الدير كان احيانا يغسل لنا رجلنا عشان كنا بنروح الدير ماشيين. بعد كده بعد فتره المجمع يذهب الراهب الى حياه الوحده في المغاره. سيدنا البابا قضى بعض الوقت في مغاره غرب الدير بعض الوقت، لكن الفتره الرئيسيه من حياه الوحده
قضاها في المغارة على منطقة اسمها الفارغ، نهر الفارغ ده حوالي 12 كيلو من دير السريان في البرية الداخلية. أنا كان لي بركة زيارته في المغارة دي، حتى نهار ما زرته كان في الصوم الكبير سنة 61، ويوميها قال لي أنت أول شخص علماني يزورني في المغارة. حياة الوحدة كانت حياة محببة جدا لدى سيدنا البابا، لكن كان ليها أثر على حياة الكنيسة. مثلا المشورات الروحية اللي كنا بناخدها منه هو في وحدته، يعني ما كانش عايش في الوحدة منعزل عن حياة الكنيسة الرعوية واحتياجاتها. وديت أمر احنا نذكره سيدنا البابا بكل خير، إن هو حتى هو في المغارة كان مثقل بهموم الكنيسة وعملها. فكان سيدنا البابا وهو في المغارة يخلي ذهنه من كل شيء لكي ما يكون له بركة الاتحاد بالله، لكن في نفس الوقت الكنيسة كانت في قلبه وفي وجدانه وفي اهتمامه، وكان بيطفي هذا الاهتمام والوجدان على الخدام اللي كانوا بيخدموا في ذلك الوقت. من الجبل إلى الدير نزل الراهب أنطونيوس السرياني حاملا معه منهجا تعليميا آبائيا يشوق الشباب لحياة السكون، ويروي بإرشاداته ظمأ كثير من الرهبان، وهو ما جعله ينال نعمة الكهنوت في 31 من شهر أغسطس لعام 1958 بيد نيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف الدير في ذاك الحين. أحد الأخوة اترهبن وهو كان نيافة أنبا أغسطس، فقعد مع سيدنا البابا وهو راهب قعدة روحية طويلة، وكانت تقريبا كلها اعترافات. فهو قعد معاه قال له صلي لي التحليل، قال له ده انا مش قسيس يا اخ فلان، فانا مجرد بدي مشوره روحيه. فلما سمع نيافة أنبا ثاؤفيلس انه سيدنا البابا اخذ اعترافات وهو المعترف لم يكن يعلم انه كاهنا، فاصر نيافة أنبا ثاؤفيلس انه يرسمه قسيس. فقبل سيدنا البابا اللي هو ابونا أنطونيوس السرياني قبل ان هو يرسم كاهنا حتى يمكنه ان يصلي صلوات التحليل للمعترفين اللي كان اساسا بنقعد معاه عادات روحيه، وكانت فيها ذكر الخطايا كثيره، وكان ده هي الضروره الروحيه من اجل حياه الشباب. يعني هو ما خدش الكهنوت كهدف، ولكن أخذه وسيلة عشان يخدم به سواء الرهبان اللي في الدير أو الشبان اللي كانوا بيجوا خلف فترات روحية في الدير. وفي يونيو عام 1959 وبعد مرور شهر واحد من الزمان على جلوس المتنيح البابا كيرلس السادس على السدة المرقسية اختاره ليكون سكرتيرا له، لكن نسمات حياة الوحدة والرهبنة التي كرس نفسه لأجلها ظلت تشغل ذهنه، فاشتاق للعودة للدير في سبتمبر من نفس العام. ورغم أن طريق الدير كان مرسوما على قلبه، إلا أن الرب رسم له طريقا آخر. بدأت خطواته في 25 من شهر سبتمبر لعام 1962 بلقاء المتنيح البابا كيرلس السادس. بابا كيرلس بإلهام إلهي كده طلب أبونا أنطونيوس وهو ونيافة أنبا ثاؤفيلس عملوا كده يعني نقول إيه حيلة مقدسة عشان ينزلوه من الدير. هو كان ناوي ما يبصش على الأسفلت ده أبدا طول عمره. فلما أنبا ثاؤفيلس قالوا البابا زعلان جمر الناس وانت ما دخلتهمش الدير، فبيقول لك تعالى بقى عشان تكلمه، ما قدرش يقول لا، بابا الكنيسة بيقوله تعالى. فنزل بشبشب وجلبية عادية خالص، يعني ما
لانه مش في ذهنه ابدا انه يعني ينزل العالم. بص لقى البابا حاطط ايده عليه بيقول له شنو ده اسكت. قال ان سيدنا البابا، وانا عارف البابا كرولس ايده كانت يعني هو كان قوي جدا يعني، فكان ايده تقيل عليه مش عارف يفلفص منها، والبابا كرولس بينطق النطق بان هو يبقى اسقف، وابا توفيلس واقف بيبتسم على ان الموضوع مشي ونجح، والنجاح ده كان من ربنا ومن اجل الكنيسه. انا حضرت الرسامه، كان سيدنا بيقول أشيت الاجتماعات بيوت صلاة بيوت طهارة، بكى يعني نسي الكلام، وحاجة كانت صعبة أنا كنت واقف جنبيه على طول وهو بيترسم في عشية الإسقفية. يوم سيامة الأنبا شنودة أول أسقف للتعليم والكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية في 30 من شهر سبتمبر عام 1962، كان يوم فرح وتهليل لكل الشعب، ولكن حزن وبكاء له على تحول حياته من الوحدة إلى الخدمة، وسمع عزاءه في كلمات إرميا النبي القائلة: عرفت يا رب أنه ليس لإنسان طريقة، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. اهتم بالكليريكية قوي 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 وطورها وفتح فروع ليها في الصعيد وفي الدلتا وفي المهجر. ده طبعا يعني قفزة بالنسبة للكليريكية. وهو نفسه قال لما اترسم أو توج بابا قال إن الكليريكية جلست على الكرسي البابوي، لأن هو عارف كويس قوي أهمية الكليريكية لاهوتيا، الفكر العقيدي الأرثوذكس السليم، ورعويا إنها بتطلع الكهنة، فكان مهتم بيها زي ما كان حبيب جرجس مهتم. ده بالنسبة إكليركية. بعد كده عمل معهد الدراسات القبطية بفروع وأقسامه العشرة، وده معهد هام جدا جدا لحفظ التراث القبطي. وبعد كده عمل معهد الرعاية وهو اللي ابتداه. وأنا جت حاجة لطيفة، أنا من غير ما نقصد احنا شغالين، لان هو سلمني ان انا ابقى وكيل للمعهد اخيرا، فقعدنا نشتغل في المعهد ونجيب اساتذة يدرسوا ومواد وغيره. نهضة تعليمية شاملة قام بها الأنبا شنودة، فجمعت عظاته التعليمية بين الروحانية العميقة وبساطة وسهولة الفهم، حتى اصبحت اجتماعاته الروحية للوعظ والتعليم بمنطقة دير الأنبرويز بالعباسية من أشهر الاجتماعات الدينية بمنطقة الشرق الأوسط. رسامة سيدنا البابا أسقف للتعليم كانت خطوة جديدة، وعاوز أقول نادرة في الكنيسة. أول من يسمى أسقف للتعليم في الكنيسة هو البابا شنودة. أحدث تغير كامل في المناهج التعليمية، سواء المناهج في الإكليريكية أو المعاهد الدينية، وأيضا في مناهج التربية الكنسية والخدمة الوعظ في القاهرة وفي كنائس الكرازة. عظات سيدنا البابا فيها مسحة من الروح القدس، فهي عظات عميقة وروحية وكتابية ومفهومة وعملية ومقبولة من الجميع، وده هي الحياة نعمة خاصة ربنا عطيها لسيدنا البابا احنا نعتز بيها وتبقى كنز لينا على مدى الأجيال. عبر الأنبا شنودة بالإكليريكية مرحلة جديدة من التعليم والتوسع والانتشار، أعاد إليها أمجادها فازدادت عدد أقسامها وفروعها، وانفتحت أبوابها أمام الشعب، خاصة الفتيات أعطيت لهن فرصة للتعليم الديني واللاهوتي لم تكن متاحة من قبل. اهتم أن هو ينشئ إكليريكيات حتى في بلاد المهجر، ودي نقطة مهمة جدا. ماري مرقس كان كاروز مسكوني، وإلى كل أقطار المسكونة بلغت أقواله من خلال الإنجيل ومن خلال كراسته في آسيا وأفريقيا وأوروبا. فالبابا شنودة أيضا
لما يفتح بلاد المهجر للكرازة المرقصية عنصر رئيسي في عمله أنه يؤسس إكليريكية والتعليم، لأن المرأة طبعا لها مكانة في الكنيسة معروفة وسيدنا يهتم بيها جدا، فيأدى فرصة للمرأة أيضا أنها تصير من بنات الإكليريكية، تلتحق بالكلية وتتعلم. مش بس كده، ده في كمان من المرأة من تقوم بالتدريس داخل الإكليريكية. لم تكن الإكليريكية فقط ما ترك عليها بصماته التعليمية، إنما المعاهد الدينية أيضا، كمعهد الدراسات القبطية ومعهد القديس ديداموس وغيرهم. قداسة البابا بيهتم بمعهد الدراسات القبطية، دائما يلتقي بأساتذة المعهد عدة مرات خلال العام الدراسي. أيضا قداسة البابا يحاضر بنفسه في معهد الدراسات القبطية، يعني في العشر سنوات الأخيرة سيدنا البابا ألقى حوالي 150 محاضرة في معهد الدراسات القبطية. درس في المعهد حوالي 12 جنسية من الجنسيات، يعني في من مصر، في من السودان، في من أثيوبيا، في من السنغال، في من ألمانيا، في من إنجلترا، في من السوريان، في من الأرمن، في من اليابان، في من كوريا، في من جامايكا، يعني في جنسيات متعددة بتدرس في المعهد. فدايما قداسة البابا بيهتم بالمعهد اهتمام كبير جدا. البابا شنودة كان يعني يهتم بالمدارس الأحد من قبل ما يبقى راهب، فلما ربنا يعني أرشد قداسة البابا كيرلس السادس أن يختار الراهب القمص أو القس يعني أنطونيوس السورياني علشان يبقى أسقف للتعليم، في الحقيقة كان نوع من الإلهام الإلهي يعني، وكأن التربية الكنسية بعد كده تسمت يعني التربية الكنسية هي يعني وجدت ضلتها المنشودة في رعاية أسقف مستنير لها. فارس الكلمة الذي يصير حبر الكلمات على يديه مشاعل نور تنجلي لها الظلمات، ما أن وجد ساحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خالية من مجلة تخلق وعيا دينيا إيجابي، حتى أصدر في يناير من عام 1965 العدد الأول من مجلة الكرازة وترأس تحريرها، وأخذ شعارها اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، وكان عنوان مقاله الافتتاحي بها بدلا من أن تلعن الظلام أضيء شمعة. هو قداسة البابا أنشأ مجلة الكرازة في الفترة اللي كان فيها قداسته أسقف للتعليم، يعني بدأت مجلة الكرازة في يناير سنة 1965، وفضلت مجلة الكرازة من 65 لغاية 67 تصدر بصفة شهرية، يعني كانت مجلة شهرية. وبعدين في سنة 72 اختلف الإصدار شوية، صدر عددين، كل عدد كان يمثل ثلاثة شهور وكان أعداد كبيرة يعني زي مجلدات، كان العدد الواحد حوالي 120 صفحة. بعد كده من سنة 74 بدأت تصدر مجلة الكرازة بصفة أسبوعية، وبعدين من سنة 90 بدأت تصدر كل أسبوعين يعني مجلة نصف شهرية. دور ريادي في إحياء حركة التأليف الديني اتخذه الأنبا شنودة، خاصة مع قلة عدد المؤلفين في هذا المضمار، فما كان منه إلا سد الفراغ في المكتبة القبطية وإصدار 30 كتابا في فترة أسقفيته. اختير في عام 1966 عضوا بنقابة الصحفيين، وفي عام 1969 تم اختياره رئيسا لرابطة المعاهد الدينية في الشرق الأوسط. وقداسة البابا عضو في نقابة الصحفيين، يعني قداسة البابا دخل عضوية نقابة الصحفيين سنة 66، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم قداسة البابا عضو في نقابة الصحفيين.
قداسة البابا سنة 75 كتب 14 مقالة صغيرة، يعني زي 14 عمود عن الصحفي